للأسف الشديد طلبة الطب للمرة أظن الخامسة يجبرون على الوقوف هنا أمام قبة البرلمان برباط الفتح للمطالبة والمنادات بالاستماع لأصواتهم وتحقيق مطالبهم. نحن اليوم بعد 10 أشهر من التعنت، من التزمت، من عدم الاكتراث بمستقبل خيرة شباب الوطن الأوائل على صعيد المملكة في البكالوريا، هكذا يفعلوا بهم. اليوم بعد 10 أشهر قد نكون فعلا يأسنا وحبطنا، لكننا بطلبة ذوي حكمة وذوي اقتدار وجدارة نقول أن الأمل ما زال في آخر النفق، أننا ما زلنا ننتظر أولي الحكمة وأولي الألباب من أصحاب الحكمة في هذا الوطن بأن يلتفتوا لهؤلاء الطلبة وأن يستجيبوا لمطالبهم. وطبعا تحية نضالية لكل هذه الجموع التي أتت فقط كي تطالب بحقوقها، والذين مستعدين من اليوم أن يعودوا لمدرجاتهم وأن يعودوا لمستشفياتهم لأن مكانهم الطبيعي هناك وليس هنا. وشكرا. صراحة نكذب عليك، هادشي بان ليا الوزير ما باش يلقى الحل، نظرا انه المطالب ديالنا مطالب بيداغوجيه محضه. صراحه ما عرفت يوصل هذا الشيء. كنتسناو من ان الوساطه اللي جات من عن طريق وسط المملكه انها تعطي الاكل ديالها. حنا ثقه في كاع المؤسسات الدستوريه، ان شاء الله يكون شي حل قريب ان شاء الله، نظرا ان الازمه طولت بزاف وما كانش خاصها تطول، ودخلت دخلت لواحد النفق اللي ما كانش خاصها تدخل لها، سياسات مع الاسف.